السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة التعليم الرياكت جي اس. سنتابع حديثنا في هذا الدرس عن الفورمز وتحديدا عن input التكست area. طبعا في الوضع العادي في ال HTML نقوم بكتابة text area slash text area بهذا الشكل، ونقوم بوضع ال value هنا بين ال open tag وال close tag. لكن في الرياكت الوضع مختلف قليلا، فقط الاختلاف اننا نقوم باسناد الفاليو بهذه الطريقة. مثلا this ممكن ان نقوم بكتابة this dot state dot value. الان في حال انتقلنا للمتصفح وقمنا بالضغط على زر التحديث، نلاحظ اذا يعمل بشكل ناجح. طبعا هنا انا استخدمت نفس المتغير، وايضا بامكاني استخدام نفس الميثود لعمل change. اذا في حال كتبنا هنا test يتم التغيير، في حال قمنا بالتعديل هنا ايضا يتم التغيير، فلا فرق لاننا نقوم بالربط مع نفس المتغير في ال state. اذا هنا سأقوم بوضع HR فقط لتحسين الشكل قليلا. إذا الاختلاف أننا نقوم بتمرير value هنا بدلا من وضعه ما بين ال open tag وال close tag. فإذا بهذا الشكل نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.